في مدير مركز لندن للدراسات السياسية. أستاذ سامح أهلا بك. أهلا بك وأهلا بمشاهديك الكرام. أستاذ سامح، بداية لعلك تكون قد تابعت معنا الاحتجاجات التي خرجت بشكل عفوي من الشارع المصري من داخل محطات المترو، كيف تقيم بداية التعامل الأمني مع هذه الاحتجاجات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع احنا نتمنى يعني ان تكون هذه بدايه لان يفيق الشعب المصري لما هو فيه وهذه العصابات التي تحكمه، ولكن لا اعتقد انها ستكون سبب مباشر لاي نوع من انواع الاحتجاجات الكبيره، لان الانقلابيين وطواغيت العسكر في مصر والشرطه احكموا قبضتهم على الشعب المصري بالقتل والسجن واغتصاب النساء في السجون، فاعتقد يعني لن يكون هناك ثوره كبيره على موضوع على هذه القضيه، قضيه الاسعار. واخي ودعنا برضو يعني بعيدا عن نقطه الاسعار وارتفاع الاسعار، يعني من المؤسف ان الشعب المسلم في مصر لا نجده عندما تنتهك عقيدته الاسلاميه ويتم حذف معظم الدراسات التاريخيه الاسلاميه من المناهج وسيطرة الكنيسة على تعديل المناهج الدينية، لم نرى الشعب المصري يحتج ولم نرى الشعب المصري يثور لذلك، وهذا من المؤسف أنهم دائما وأبدا للأسف الشديد عبر التاريخ إلا فترات استثنائية يسعون إلى إشباع بطونهم وطلبهم ويحتجون من أجل بطونهم وليس من أجل إسلامهم ولا انتهاك أعراضهم ولا سجن عشرات الآلاف من رجال مصر. فهذا من المؤسف له، ولكن التعامل الأمني في مصر سوف يكمح هذه الاحتجاجات، واعتقد اذا زادت هذه الاحتجاجات ونزل كثير من الشعب المصري حتى يتم القضاء على هذه المنظومه والعصابات العسكريه المنظمه التي تحكم مصر للاسف الشديد باسم الجيش والشرطه والقضاء والاعلام، وهم عصابات ظهرت الكثير من المغيبين الذين كانوا تحت تاثير الاعلام المصري والافلام والمسلسلات وهذه المخدرات التي نشروها بين الشعب المصري وتحيا مصر وارفع راسك في انت مصري، ومصر دوله متخلفه من العالم الثالث، لا تنتج طعامها ولا تنتج شرابها ولا وسوف تعيش في ازمات من نقص المياه والاموال والانفس، واعتقد ان هذه هتبقى بدايات لان يزيد هذا الطاغوت في سياساته الاجراميه على هذا الشعب المستكين للاسف الشديد الى الان. الاستاذ سامح العطفي مدير مركز لندن للدراسات السياسيه، شكرا جزيلا لك.